أنصاري إلى الله، نحن أنصار الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية من الطول أو من العرض للشعرات المشوهة للوجه؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وفروا اللحى، وجاء في بعض الألفاظ: أسدلوا اللحى، وفي بعضها: أكرموا اللحى. والذي عليه كلام أهل العلم من مشايخنا أن اللحية تترك كما هي، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: وفروا، أرخوا، أسدلوا، إلى غير ذلك من الألفاظ الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.